انطلقت أعمال الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها البحرين، وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع. وتضم اجتماعات الدورة جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، ويتضمن برنامج العمل اجتماعات الهيئات واللجان والاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات العربية والإسلامية ومختلف المجموعات البرلمانية، حيث ستتبادل الوفود البرلمانية الآراء والنقاشات حول التعايش السلمي وقضايا الهجمات والجرائم الإلكترونية وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي والاتجار بالأيتام ومكافحة المعلومات المضللة ومحتوى الكراهية والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني. وترأس الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وفد بلادنا في حفل الافتتاح لأعمال الجمعية واجتماعات المجموعات البرلمانية وجلساتها النقاشية. وتم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال الدورة، مؤكدين على توحيد المواقف تجاهها. وفي الاجتماع التنسيقي للمجموعات البرلمانية الإسلامية والآسيوية تم تأييد المشاركون حول تجريم ازدراء الأديان، مشيرين إلى الدور المهم للبرلمانيين من خلال تبني التشريعات التي تسهم في التعايش السلمي، وأنه يتحقق من خلال عدم ازدراء الأديان واحترام المعتقدات والمقدسات الدينية. إلى ذلك شارك وفد الشعب البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات ونقاشات الاتحاد البرلماني الدولي. وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وعرضت سعادة سارة في الكناز بصفتها مقررة اللجنة الدائمة الأولى للأمن والسلم الدوليين في الاتحاد مشروع قرار الهجمات والجرائم الإلكترونية المخاطر الجديدة على الأمن العالمي، الذي سيتم عرضه للمناقشة ضمن موضوعات أخرى في اجتماعات جمعية الاتحاد. وأكدت في الكناز إدانتها جميع أشكال الجرائم والهجمات الإلكترونية. وأطلق رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو نداء للمجتمع الدولي لتعزيز التعايش السلمي خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز البحرين العالمي للمعارض. وقال باتشيكو إن التجمع كان عالميا ولم يقتصر على منطقة واحدة، فقد حضر أكثر من 140 وفدا تتضمن 1000 برلماني جاءوا إلى البحرين للحديث عن مشاكل عالمنا. وأضاف بأننا في عالم يواجه الإرهاب ولا يمكن لدولة واحدة مواجهته، مشيرا إلى أن البرلمانيين لديهم الأدوات اللازمة في أيديهم من خلال التشريع لجعل العالم مكانا أكثر أمانا، وشدد على ضرورة أن يدافع البرلمانيون عن حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة ودعم مشاركة أكبر للشباب في الحياة السياسية.